يوسف استنى يوسف شوفي شو صار. معلش انا لازم امشي دلوقتي. لازم؟ ما في شيء اسمه لازم. انا ضايقتك بشيء؟ لو سمحتي من فضلك سيبيني دلوقتي. انت من شو عم تهرب؟ انا مش بهرب. وهرب من ايه؟ الله، من الخوف اللي شفته بعيونك. على العموم شكرا على السهرة الظريفة. شكرا. على فكرة أنا تخيلت كل شيء إلا أنه ينتهي الموعد بهالطريقة. أنا لهلأ ما فهمين شو صار. ولا أنا، كنا عم نرقص بشكل طبيعي مثل أي اثنين بيرقصوا مع بعض، أي اثنين رفقة. فجأة بتطلع بعيونه بشوف صورة حدا تاني، صورة حدا عم بيحاول يخنقه، عم بيجره على ماضي هو عم بيحاول يهرب منه. بتعرفي أنا لهلأ ما عم بعرف وما عم بقدر أفهم ليش هيك صار. بس انت قلت انه هو ما بيكذب. ايه هو ما بيكذب، هو لو بيكذب ما كان تصرف بهالطريقة. استاذ سامي انا بحس انه في تأخير جامد جدا في وصول المواد الخام للمشروع بتاعي. اجراءات روتينية سيد يوسف. اجراءات روتينية؟ طب مش معنى الاجراءات دي ما بتتاخدش في بقية المشاريع، اشمعنى مشروعي انا؟ انت يلي حبيت يكون مشروعك غير عن المشاريع الباقية. قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كتير منيح سيد يوسف. لا معلش، اعتبرني غبي وما بفهمش حاجة واشرح لي واحدة واحدة. تاتا تاتا يعني. ده مثلا انا بشجع فريق ريال مدريد ومدرب الفريق مورينيو، ولما انتقل مورينيو لفريق تشيلسي انا صرت شجع فريق تشيلسي. تعرف ليش؟ فهمت؟ فهمت ان انت ولائك للشخص مش للفريق. صح بالظبط. اه وانت بقى عاوزني اقلدك وابقى زيك يا كابتن مورينيو مش كده؟ هلا بلشت تفهم علي. ده بعيد عن شنبك، مش انا اللي اعمل كده. واوعى تكلمني في الموضوع ده تاني. انا اسف. شاي التنكي اطيب بألف مره، صح ولا لا؟ صح. بس مو مشكله اذا ما عندك بشرب من هذا. اكيد عم تسال حالك شو عم بعمل هون ما؟ لا عادي يعني، ما هي شركتك ومن حقك تيجي في اي وقت. بس نحن مو اول الشهر، يعني انا ماني نازله لاقبض. امال نازله ليه؟ جاي اشوفك. تعرف يوسف أنا طول عمري بقول إنه أغبى شيء ممكن نعمله إنه نحاول نغير العالم اللي حوالينا. من الأساس ندور على الناس اللي بتشبهنا، ومع هيك بقول إنه في شيء واحد ممكن يغيرنا، ممكن تكون لحظة، لحظة منعيشها وحياتنا بعدين ما بترجع مثل قبل. تتذكر أول ما شفتك شو قلت لك؟ طلبت منك طلب بدون ما أحس. فاكر؟ قلت لك لا تختفي فجأة. مايا أنا ليلة امبارح يعني أنا ماني جاي أسألك عن ليلة امبارح. أساساً أنا ماني جاي لحتى أسمعك. أمال أنت جاي ليه؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهم أي حاجة. أنا جاي مشان أنت تسمعني. كان عمري 5 سنين وقت ما فقت على صوت بكي أمي. كانت عم تبكي بحرقة وماسكة بإيدها ورقة. هي الورقة الشيء الوحيد اللي تركه أبي قبل ما يمشي. أنا بوقتها شفت بابا جريء وشجاع، لأنه معظم الرجال بيمشوا بلا ولا كلمة. كبرت وخبيتها لهالورقة، وكنت فيق كل يوم الصبح وأنا خايفة، خايفة إنه حبيبي يترك لي نفس الورقة مثل ما عامل أبي لأمي. طب وبعدين؟ حصل ايه؟ ولا شيء. طلع ابي اجرأ منه، لانه الاستاذ مشي بلا ولا كلمه،
لك حتى الرسالة استكترة علي، وقت ما دقيت له ما رد. أكيد مش هيرد طبعا، طالما مش عاوزك مش هيرد، أكيد خايف لصوته يخونه. أنا بوقتها بكيت كتير، انقهرت كتير، حسيت حالي مكسورة. طب ودلوقتي؟ أبدا، هاي قصتي ببساطة، ما خبيت عنك ولا كلمة. يعني بضل عم بحلم، عايشة وأنا عم بحلم. طيب تحلمي بإيه دلوقتي؟ بعد إذنك يا باشمهندس. إيه؟ لحظة بس. بص بقى، أنا راح فين؟ أوريك حاجة. خنتها يا عماد، أنا مش عارف أنا إزاي عملت كده. أنا بحب أمل أوي، بس أنا مش عارف إزاي هقدر أرجع البيت، إزاي أحط عيني في عينها. أنا خايف، خايف يا عماد. ممكن بس تفهمني ايه اللي حصل؟ طول عمري كنت بحس بالسعادة في بيتي مع مراتي، عمري ما حسيتها في حتة تانية، عمري ما سمحت لنفسي ان انا احسها في حتة تانية. بس النهاردة حسيت بطعم سعادة جديد، طعم سعادة ما حسيتوش قبل كده، مش في بيتي، مش مع مراتي، مش على سريري. بس يا أمل ما تستحقش مني اللي أنا عملته ده. أنا مش عارف إزاي هرجع البيت، مش عارف إزاي هقدر أشوفها وأحط عيني في عينها. ممكن أسألك سؤال؟ طعم السعادة اللي أنت حسيت بيه النهاردة ده كان حلو؟ قالت لي ان انا مش عاجز، قالت لي ان انا اتخلقت عشان اعيش حياه كامله مش نص حياه، معاها نسيت كل حاجه، حلمنا، عشت معاها جوه الحلم، نسيت كل حاجه في الدنيا. بس لما فوقت من الحلم لقيت نفسي موجوع قوي. يا صاحبي لازم ندفع تمن السعادة، الحياة ما بتديش أي حاجة ببلاش، لازم ندفع التمن. بس التمن ده صعب قوي يا عماد. أنا هساعدك. إزاي؟ هخليك تنسى كل حاجة وترجع تعيش حياتك كده بشكل طبيعي. أمل هتقرا كل حاجة في عينيا بمجرد ما تشوف وشي. يا عم أنا مش هخلي أي مخلوق يقدر يقرا من عينيك أي حاجة. بس أنا ليه عندك طلب واحد بس. إيه؟ تثق فيا. ماشي.
عن جد انت واحدة مجنونة. لا ماني مجنونة، انا حسيت انه لازم اكون حرة للحظة، لانه هو بحاجة انه يكون حر. وهلا ما بعرف، عم فكر امشي. بدك تنتقمي؟ انا؟ ايه انت، شو ناوية تدافعي عن اخطاء الناس يلي تركوكي ومشوا قبله؟ انت عم تحكي هيك؟ ايه شو شايفتيني؟ غبية ولا قليلة عقل؟ ليش لحتى انتقم منه؟ لكن ليه بدك تمشي؟ لأنه مو إلي، ببساطة مانو إلي، وأنا ماني متعودة آخذ شي مو من حقي. طب ليش؟ لا تكملي، لأنه أنا نفسي ما بعرف ليش، ولا كيف هيك صار، ولا شلون. أنا اللي بعرفه إنه حسيت شي كتير حلو وحبيت إني عيشه. طيب وأنت فيك تكفي بهالإحساس؟ لا ما بقدر ندى، مو أنا. مين بده يكون إجانا؟ ناطرة حدا؟ لا. أولاً طبعاً أنا آسف إني جيت لك البيت من غير ميعاد. أنا جبت عنوانك من يوسف وعملت عليه فيلم عشان أطلب منه الطلب ده. خير أستاذ عماد، شوفي أنا هكون صريح معاكي لأقصى درجة، وفي نفس الوقت هحاول ما زودش في التفاصيل وهدخل في الموضوع مباشرة. يوسف صار له شيء؟ لا هو كويس، بس أنا جاي لك عشانه. أستاذ عماد أنت قلقتني. من 3 سنين لحد دلوقتي وأنا بحاول أساعد يوسف إنه يعيش حياته بشكل طبيعي، يعدي كل اللي حصل له واللي شافه، يطلع من جواه الراجل اللي دفنه بإيده. وأنا بعترف قدامك إن أنا فشلت وانت قدرت تنجحي وعملت اللي انا ما قدرتش اعمله، لا كصاحب ولا حتى كدارس ومتخصص في التعامل مع البشر. يوسف كان عندك اليوم؟ يوسف حاول ينتحر النهارده. شو؟ كيف هيك وشلون؟ لانك واجهتيه بالحقيقه، عايشتيه في الحاله اللي كان بيحاول يهرب منها من سنين، خرجتي الخوف اللي كان عايش جواه. يوسف معاكي بقى يوسف تاني خالص، ولما فاق نزل جري في الشارع وهو بيصرخ في الناس انه خان مراته. شفتي؟ ما قلت لك انه ما بيعرف يكذب؟ معك حق. استاذ عماد، انت قبل ما تجي بثانيه كنت عم بقول لها انه انا قررت حانسحب من حياته ليوسف وما عاد يشوفني ابدا. لا اوعي تعملي كده، انت كده تبقي بتحكمي عليه بالموت. بس انا هيك عم بعذبه. أنا بعرف يوسف قديش بيحب مرته، وإذا بقيت بحياته بكون عم دمر له عيلته وزواجه والبيبي اللي ناطره. شوفي قلي. أنا هقولك على اللي أنت مش عارفاه. بعد دقيقة
خلاص مش قادر اتحمل غيابك عني واكمل طريقي وحيد. وبعد ده ايه نادم على ذنبي وبقولها حياتي صعبة كملها وانت بعيد. نادم على كل لحظة عشتها من غير عينيك. نادم على كل كلمة حب ما كانت على كل لحظة عشتها من غير عينيك. نادم على كل كلمة حب ما كانت شريك. ضميري مش مريحني غيابك عني جارحني وانت بعيد. وبعد دقيق دموع عينك بتذبحني انا الغلطان سامحني ما هوش بالايد. نادم على كل لحظة عشتها من غير كل كلمة حب ما كانتش ليك. على كل لحظة عشتها من غير عينيك. نادم على كل كلمة حب ما كانتش ليك. أنا عارف إني غلطت، سامحيني يا أمل، سامحيني يا حب عمري كله. أنا مش عارف أنا إزاي عملت كده، إزاي نسيت نفسي، إزاي نسيتك، إزاي صورتك ما جاتليش قصاد عينيا وأنا بعمل كده، إزاي؟ أنا لازم أسيب المشروع ده، لازم ما أشوفش مايا دي تاني أبدا، إن شاء الله حتى أستقيل، بس تسامحيني يا أمل، أنا ماليش غيرك في الدنيا دي كلها، سامحيني يا حبيبتي، سامحيني. خير.
اهلا وسهلا. شو ما رح تقلي تفضلي؟ لا ازاي تفضلي. طبعا تفضلي. شو لوحدك؟ ها؟ لا امل جوه. ثواني عندها. لا ثانية واحدة. خد راحتك يا امل. امل 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 في ضيفة بره عايزة تشوف. امل 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 ايه ده؟ راحت فين دي؟ يا امل ما لقيتها ما هيك؟ دخلتوا هنا ازاي؟ مين اللي فتح لكم الباب؟ انت صح؟ يوسف أمل فين يا يوسف؟ أمل؟ أمل جوه نايمة بس تعبانة شوية. طب أنا رح فوت شوفها. لا مش هتشوفيها. بقولك تعبانة تعبانة ونايمة جوه في الأوضة. عايزة منها إيه؟ أنا بس بدي أطمن عليها. قلتلك لا محدش هيخش لها. تعبانة وبعدين انت عايزة مننا ايه؟ هو ده بيتك هتطرديني منه كمان؟ ما تسيبوني في حالي بقى. يوسف نحن هون مش هنكون معك. انا مش عاوز حد معايا. انا عايز ابقى لوحدي انا وامل وبس. مش عايز حد. مش رح فل قبل ما اشوف اختي. قلتلك مش هتشوفيها. مش هينفع تشوفيها. يوسف انت عايش هنا لوحدك في البيت يا يوسف؟ لا لا انا عايش انا وامل. امل جوه وحامل الحمل تعبها شويه ومش عايز حد يشوفها. خلص بكفي بكفي تعذب حالك وتعذبنا معك. امل منا موجود. امل ما عاد الها وجود. لا امل موجوده. أمل موجودة والله. نحن مو جايين صحي أمل. نحن جايين مشان أنت تصحى. يوسف أنت مش لوحدك يا يوسف. كلنا جنبك ومعاك. حاجة تعذبها معك بقبرة إذا كنت عن جد بتحبها. خليها ترتاح. خلي روحها ترتاح. شي مرة زرتها بقبرة؟ شي مرة دعيت لها بدل ما انك معيشة معك بالوهم؟ كانت حادثة يا يوسف وانت مالكش ذنب فيها وكلنا عارفين انت قد ايه كنت بتحب امل. بس امل ماتت. الموت علينا حق يا يوسف. اللي انت بتعمله ده حرام. ارضى بقضاء ربنا. أمل ماتت يا يوسف. أمل ماتت مشان ترتاح ولأنها بتحبك. لازم أنت تعيش. إذا شلقت لها أنا بخلك لتفورة. أنا أكيد أنها هي مش داعي تسمع صوتك. صلك 3 سنين وما زرتها ولا مرة. يس يا حبيبتي. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟
الحمد لله على سلامتك، رعبتني عليك. الله يسلمك يا ماي. كيف حاسس؟ الحمد لله أحسن بكتير. ماي أنا عاوز أخرج من هنا. رح تطلع أكيد، بس خلينا نطمن عليك بالأول. أنا ما فيهاش أي حاجة، أنا كويس. أرجوك ساعديني، عاوز أخرج دلوقتي حالا. الدكتور قال إنه لازم تضل تحت المراقبة. صدقيني والله أنا ما في أي حاجة، بالعكس ده أنا فوق. طيب راح قلن يطالعوك، بس بشرط. ايه هو؟ بدي ضل معك. ماشي، بس ممكن تروحي الحسابات وتخلصي لي ورق الخروج. من عيوني. تسلم. ايه الاخبار؟ صحي الحمد لله. بس معصب بده يطلع، وانا قلت له اذا بدك تطلع بس بشرط انه ضل معك. وقال لك ايه؟ قال لي ايه. طيب انا هعدي على الدكتور افهم منه احنا المفروض نعمل ايه بقى معاه في المرحله اللي جايه. طيب وانا نازله على المحاسبه. اتفقنا. ماشي. باي باي. وقعيني هون لو سمحت. هلا هي فيني طلعوا فيها صح؟ ايه اكيد، معافى ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك. عشان مش عاوز اخزلك انا سبتلك الورقه دي قبل ما امشي، رغم اني عارف ان ثقتك في الرجاله معدومه، بس انتي وثقتي فيا وانا مستحيل اخون الثقه دي لان غالي عليا قوي قوي. مايا، هي اجمل حاجه حصلت لي على الاقل في اخر 3 سنين من حياتي. مايا انت علمتيني حاجات كتيرة قوي، علمتيني اني لازم اعيش حياة كاملة مش نص حياة عشان انا مش عاجز. انت اول واحدة تخليني اضحك، اول واحدة تخليني افرح، وانت اللي خرجتيني من السجن اللي كنت حابس نفسي فيه. اول مرة من 3 سنين احس اني عايش بسببك. مايا، يا أجمل حكاية خلصت من قبل ما تبتدي. أنا آسف والله إني كسرت حلمك. يا ريتني قابلتك في ظروف تانية وفي زمن تاني، عشان كده مش عاوز أخسر قلبك البريء، مش عاوز أوجعك معايا، رغم إني محتاج لك والله، بس انتي ما تستاهليش كده. وانا مشواري طويل وصعب، انا مش هنسى امل، مش هقدر انساها، مش هقدر اقول عنها في يوم انها كانت ماضي وذكرى وراحت، مش هقدر انساها. صدقيني هتشوفيها في عينيا في كل يوم، وهتسمعي صوتها في كلامي في كل لحظة، وانا مش هقدر اعمل فيكي كده، مش هوجعك. والله محتاج لك وعاوز اكون معاكي، بس مش هينفع. انا خلاص يا مايا، اتكتب عليا اني اعيش مع الالم والوجع، اتكتب عليا اني اعيش وحيد. سامحيني، سامحيني يا احلى مايا. يوسف.
يوسف فين؟ اتأخرت عليكي، أنا آسف. عارف إنك زعلانة مني علشان ما جيتلكيش ولا مرة، بس أنا ما كنتش مصدق إنك مشيتي خلاص، أو مش قادر أصدق، أو مش عايز أصدق. عمري ما كنت أتخيل إنك تروحي مني بالسرعة دي. عمرك شفتي جرح بينزف بقاله 3 سنين ولسه مخفش لحد دلوقتي؟ كده يا أمل، بعدك عني خلى الحياة تقف عندي في اللحظة اللي مشيتي فيها بالظبط، وكأن الزمن ما بيتحركش والحياة مش هتستمر. يا ريتك خدتيني معاك يا حبيبتي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنا عارف ومتأكد إنك أنت في مكان أحسن من هنا بكتير، ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تصبرني على فراقك. فراقك صعب أوي يا أمل، استعجلتي أوي، مش عارفة أقولك إيه. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. وأوعدك إنك عمرك ما هتلقي ذكرى وعاطفته خلاص، هتفضلي عايشة معايا وجوايا طول العمر، عمري ما هنساك. مين قال إنه إحنا لازم ننساها؟ مين قال إنه لازم يموت الناس اللي حبيناهم مشان إحنا نعيش؟ أنا ما بدي أمحي صورتها، أنا بدي أشوفها بعيونك كل ما طلعت فيك، بدي أحس فيها. أنا منها تعلمت الوفا، الوفا اللي زرعته فيك. أمل رح تضل عايشة جواتنا. دي مايا يا أمل، دي مايا الوحيدة اللي وقفت جنبي بعد ما مشيتي بستين، وأنا بوعدك قدامها إن عمري ما هنساكي يا بنتي. يلا يا مان، لا إله إلا الله.